ما شاء الله انا اخو الشاهي عز الله مثل ما قال، ونكهتنا كلاسيكية ولوننا احمر لامع. مشكلة بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم وكده مش ممكن يفهم، بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. الاندلس مش عمل بهم ذهبت الاندلس مثل هذا اليوم، خرج المسلمين صاغرين منها. لا مش مسكوان يبون يمهم. يا حد خذوها ولكن ذهبت. يا جيعان معك. طلعت والله ما يسكن بك. طليطله تدري وش طليطله؟ حلو زوري والله جاي من طليطله. هذه معياره هذه علمونا وإن صغار من جد وجد من زرع حصد، علمونا هل تعلم من أول مخترع الطيران عباس بن فرناس، وديك هل تعلم إن الفيل خرطومه طويل، وعلمونا أنه من سار على الدرب وصل. بس الشيء اللي اكتشفناه مع الحياة واللي ما علمونا إياه وتعلمناه بأنفسنا أن من سار على الدرب كابت وعانى وسقط ثم نهض وسقط ثم نهض إلى أن في نهاية المطاف وصل للطريق، قلبه متعلق بالله وإرادته قوية، داعش بنزين معلق على R2، ما همت الدنيا ولا همت الظروف اللي تجيه، يعرف أن الظروف اللي قاعدة تمر به أشياء عرضية ما هي بنهاية الطريق، واللي بيصير على ذا النهج لابد في يوم من الأيام يوصل نهاية الطريق. إذا ما وصلت عاد شغل جوجل ماب. علومي جاي من لودي وابي الحليب هات قهوة. وايش رأي في رأيك في رؤية الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؟ لا الله ها؟ لا أقول طول الله عمره، جعله إن شاء الله يطول عمره سنين طويلة. أيوة الرؤية؟ الرؤية طويلة، جعله عمره طويل. انقعد علينا أغنانا وزين ديرتنا. حلو أنبك يا أبو شيخ. لا علي ما هو أنا، علي الله يبيض وجهه. ايه يقول والله ما بيلا ادعى. اي والله يقول حقا علي انا جايت من هالشرقيه، يقول عاد العشا يجي بالبيت. هذا هو قدامي يقول والمكسرات والحقائق، وكان عندك ام غدانه بيجيب لك حلويه. شاكما تحس مشاري معزومين انا وامي. تسمعينه؟ لا تحرجن قدام اهلك. يقول انا طالبك، انا طالبك انهم ما يردونه. اهلك على العلم. قل يقول خلوا عزم قصيراته. شلون؟ وش تبي انت حراسة النار؟ مش فاضي انت. يقول مش فاضي. انت مش فاضي. قل عزم قصيراته. يما اعزم اعزم قصيراته. والله لا عزمهم يوم ثاني. انا اليوم انا وما. لا وما. حكي. بس ياخذونه كل بهرجهم. ها؟ وش اللوم؟ يعني ياخذه كله هنده وهذا ما يعرف الا وما. ما يدري وش اللومه. هذا كبرك وتعرف اللومه. قل كله طيب. يعني كله لومه. ليش صعبه؟ هي اسمها يقول الله لومه. اوكي طب. الله يرزقك ان شاء الله بلاك قناه تبعش مثل ما احنا بشين. الله يرزقك بهاسك ان شاء الله تتلي طول. امين امين. وش بهاسك؟ اشوى من القناه. سلب. سلبه. ابو عمو كيف بياكل الشمري؟ بياكل الشمري هاي. هذا اللي علمونا اجدادي. الشمر بياكل هيك؟ ايه جدي وجدة. ابو عمون انا مش معقول. معقول مزنتي يا عبيد ياكل بطاطا. تحسون من حياتهم هالامراء شي نفسنا الملوك ذول شي، يعني هم اذا يحجزون شلهات قطيه اذا واحد ما يقط اذا ما تقط ما راح تجي معانا نفسنا كذي. زين هم عندهم الحين مثلا باب المطبخ اذا تفتحه في كيس داخله اكياس، هم نفسنا عندهم هالكيس اللي داخله اكياس. الواير مال الشاحن اذا يخترب يلفونه، يقعد يلفه يلفه لين ما يشتغل. احس لا غير احسهم ما اعتقد نفسنا، ما عاشوا الحياه اللي احنا عشناها، ما عاشوا. اذا اخترب الجوال نحطه في العيش، العيش يطالعك يقول لك ترى اخوي مو محل تلفونات انا، ما عنده تبي تقول سؤال تبي تقط ولا؟ يوم جينا نصرح تقول علينا قطه ما علينا قطه. تبي تقط ولا؟ لا قطه ما نقط، والله ما اقط. خذ شنطتك وروح اصرف. ابي اشتري كرسي، ابي شاورما، ابي بصل. في مدرس سأل طالب قال له أحب مدينة لك؟ قال سان فرانسيسكو. قال قم اكتبها على الصبورة. قال أكذب أستاذ بيجي. أي نفر
كلام سوي خربتي أنا سوي كفتر ودي سروتا قسم بالله كل نفراتي احترام أنا أتيك احترام ما أتيك احترام عسى من أرادنا بشؤون مكروه الله ينزل عليه الصوع يقول بوقع السيل القاطع الله يصب على هالبلا من السماء صبنا الله يشقيهم البلا يلي يرشطع صفيت تتصال جعل تدبيري وتدبيري وحلبنا بينكم وحلبنا الشماء